بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هناخد الدرس الأول في الوحدة الخامسة، كيف تكون مواطنا صالحا. الدرس ده خفيف جدا، هو عبارة عن صفحة لأول مرة، حتى خفيف. الدرس بيتكلم عن جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، وكمان دعائم إعداد المواطن الصالح. ما المقصود بالمواطن الصالح؟ يعني إيه كلمة مواطن صالح؟ أنت لو أنا ما قلتلكش يعني إيه؟ يعني حد بيعمل حاجة كويسة، يعني حد الناس كلها بتحبه من كتر ما هو بيتفاعل معاهم وبيعمل حاجة بيصلح بيها الحاجة اللي حواليه، صح كده؟ فإحنا هنستشف من الكلام اللي احنا فاهمينه، يبقى هو الشخص الذي لديه من القيم، عنده قيم، عنده مهارات، عنده معارف، تاني عنده قيم يقدر يعمل بيها حاجات كويسة، عنده مهارات، مهارات يعني حاجات يقدر يتعامل بيها، زي مثلا يكون عنده مهارة في حاجة معينة فيقدر يخدم بيها غيره، عنده معارف يقدر برضو يساعد بيها غيره. يبقى هو شخص عنده قيم، عنده مهارات، عنده معارف، الحاجات اللي عنده دي يقدر يساعد بيها ايه غيره. يبقى شخص لديه قيم، مهارات، معارف، تمام، الحاجات اللي عنده دي هتساعده في المشاركه بفاعليه في حل، في ان هو يحل قضاياه المجتمعيه ونهوض بيها، تمام، او نهوض بالقضايا دي. يعني ايه برضو؟ يبقى الحاجات الثلاثه اللي عنده دول هتخليه يشارك في ايه؟ يشارك في حل، في حل القضايا اللي حواليه، في حل قضاياه المجتمعيه، يعني القضايا بتاعه المجتمع، ومش بس هيحلها، ده كمان هينهض بيها. يبقى هيحل المشاكل، تمام، او هيحل القضايا المجتمعيه، وكمان هينهض ايه؟ هينهض بيها. سهل كده؟ يبقى شخص مواطن صالح ده يعني شخص عنده قيم، مهارات، معارف، الحاجات الثلاثه دول هيخليه يساعده ايه؟ ما يساعده في المشاركه بفعاليه في ايه؟ في حل قضايا المجتمع حواليه، ومش بس هيحلها، ده هينهض ايه؟ بيها، تمام؟ طيب ايه هو صفات المواطن الصالح؟ زي ما احنا قلنا ان هو بيحاول ان هو يعمل اللي عليه تجاه وطنه. يعني ايه يعمل اللي عليه؟ انا لو اديتك هوم ورك ولا اديتك واجب وقلت لك ده عليك فانت اكيد لازم تعمله لو انت مواطن صالح. هو طالما هو مواطن صالح بيقوم بكل واجباته نحو ايه؟ وطنه. يبقى هنا يقوم بواجباته، بالواجبات بتاعته كلها نحو ايه؟ نحو يعني تجاه وطنه. يبقى اي واجب المفروض يعمله بيعمله نحو ايه؟ وطنه. دي اول حاجه المواطن الصالح بيعملها. تاني حاجه التعرف على حقوقه والتمسك بها. يعني ايه؟ يعني هو بيعمل الواجبات اللي عليه، ولو ليه حق حد ممكن ياخده منه طبعا بيتمسك بحقه وما بيرضاش حد ياخده منه، لان هو عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. يبقى بيعمل حاجتين لحد دلوقتي، بيعمل الواجبات اللي عليه اللي المفروض يعملها، وبيتمسك بحقوقه علشان محدش ياخدها منه، تمام. حقه مثلا ان هو ياخد مرتبه كامل، استحاله حد ياخده منه، هو مواطن صالح، عارف اللي ليه وعارف اللي عليه، عارف الواجبات ان هو المفروض يروح مثلا شغل بدري، وعارف الايه الحقوق اللي عليه المفروض ان هو يقبض المرتب كامل، تمام. يبقى صفاته القيام بواجباته نحو وطنه، وكمان التعرف على حقوقه، واول ما يعرفها بيتمسك ايه بيها. رقم 3 المشاركه في حل مشكلات المجتمع. يبقى رقم 3 ان هو بيشارك في حل المشكلات بتاعه الايه المجتمع، يعني بيحل اي مشكله حواليه في المجتمع، تمام. رقم 4 التمسك بعادات وتقاليد مجتمعه. اكيد مش هيبقى حاجه مختلفه عن مجتمعه، هو مواطن صالح ماشي معاهم في الحاجات الكويسه بتاعتهم، يبقى هو بيتمسك بالعادات والايه بالعادات والايه والتقاليد بتاعه المجتمع حواليه. يبقى ده صفات المواطن الصالح: قيام بواجباته، التعرف على حقوقه والتمسك بيها، حل المشكلات في المجتمع، وبيتمسك بعاداته وتقاليده، طبعا تقاليد مجتمعه. تعالوا بقى نشوفوا جهود الدولة لبناء الإنسان المصري. الدولة هتعمل إيه؟ تعالوا نشوف. تبذل الدولة جهودا كبيرة من أجل بناء الإنسان المصري وفقا لصفات مرغوب فيها تتفق مع متطلبات المجتمع وطبيعة هذا العصر، وذلك عن طريق إيه؟ الاهتمام به، بتهتم به وإتاحة الفرص أمامه لكي يمارس ألوانا من النشاط. يعني بتديله فرصة كده إن هو يمارس، يعني إيه يمارس؟ يعني يفعل أو يعني يقوم بالنشاط بنفسه. يعني أنت مثلا اتعلمت، فالدولة المفروض تسمح لك فرصة انك انت تشتغل، تمارس الايه المهنة بتاعتك اللي انت اتعلمتها، تمام، او تمارس نشاطك. يبقى الاهتمام بالانسان واتاحة الفرصة امامه لكي ايه؟ لكي يمارس الوانا من ايه؟ من النشاط بتاعه. طيب تساعده في تحويل الاقوال او اقواله الى افعال وممارسات، تمام، يكون فيها سلوكه مميزا. يبقى تخلي تساعده ان هو يكون السلوك بتاعه مميز من خلال ان انت مثلا زي ما قلت لك انت اتعلمت اقوال، كل دي اقوال اللي انت بتتعلمها، اللي انت بتتعلمه دلوقتي مني اقوال، بعد كده الدوله هتسمح لك انك انت تشتغل، فتحول هذه الاقوال الى ايه؟ الى افعال وممارسات تكون فيها ايه؟ سلوكك مميز في هذه الافعال والممارسات. يبقى من الاخر ان الدوله بتهتم بيك عشان تطبق اللي انت بتعمله، خلاص، يبقى تحويل الاقوال الى افعال وممارسات، وهتكون ساعتها سلوكك فيها مميز، تمام. طيب برضو الدوله جهدها بتعمل ايه؟ قال لك بتساعده برضو عن طريق ان هي تدربه، تدريبه على كيفية التواصل وكمان التعاون، ان هو يتواصل مع غيره ويتعاون مع ايه؟ غيره. يبقى تدريبه على كيفية التواصل وان هو يتعاون مع افراد مجتمعه، تمام. مش بس كده، يحدد اي مشكلة
ويبدأ ان هو يحلها او يشارك الناس في حلها، يبقى وتحديد المشكلات والمشاركة في حلها. طيب كل الدولة بتعمله ده ليه؟ بهدف اعداد المواطن الصالح، يبقى عشان تعمل لنا مواطن ايه؟ صالح. تعالوا بقى نشوفوا الدعائم الاربعه لاعداد المواطن الصالح. مش فاهم يعني ايه دعائم. بصوا كده، لو الشجره الغصن بتاعها مايل او ضعيف فانت هتديله دعائم كده زي خشب عشان ايه؟ تقويها، دعائم تقويك عشان تبقى مواطن صالح، يعني حاجه بتدعمك، يعني حاجه بتخليك بتسندك كده علشان تبقى مواطن صالح، تمام؟ فعندنا دعائم اربعه، اربع دعائم هنعرفهم علشان اي انسان يبقى مواطن صالح. هنعرفه على حاجات وهنخليه يعمل حاجات وهنكون عنده حاجات، تمام؟ تعالوا نشوفوا اول حاجه ليه يعرف. يبقى الدعائم الاربعه لاعداد المواطن الصالح ليه يعرف؟ عشان يعرف ايه؟ عايزينه يعرف اول حاجه حقوقه عشان يتمسك بيها ومحدش ياخد حقه ابدا، يبقى حقوقه التي يجب ان يحصل عليها. عايزينه يعرف واجباته، الواجبات اللي المفروض يعملها علشان ما ياثرش في حق غيره، يبقى هنا عايزينه يعرف واجباته ومسؤولياته التي يجب ان يؤديها نحو المجتمع الذي يعيش فيه، تمام؟ يبقى يعرف واجباته. عايزينه يعرف عادات وتقاليد المجتمع عشان ما يبقاش مختلف عنهم، فبرضه يبقى مواطن صالح لما يبقى شبههم، تمام؟ يبقى عايزينه يعرف العادات والتقاليد بتاعه مجتمعه المصري ويتمسك كمان بالعادات والتقاليد دي. طيب رقم اثنين من الدعائم اللي هو المفروض المواطن الصالح لما نيجي نعده يبقى عنده الدعيمه دي، تمام؟ او الدعيمه دي. طبعا هو عرف حقوقه وواجباته والعادات والتقاليد، طيب هيعمل ايه بقى؟ احنا كده دلوقتي هو كلها عرفها جواه، خلاص من باب المعرفه ان هو كده دلوقتي ده بالنسبه له دخل جواه ان هو عرف كل الحاجه دي. المفروض بقى يقوم بها، يعملها، خلاص هينفذ بقى اللي عرفه، هو اول حاجه عرف الحاجه اهي، بعد كده هيعمل بيها، فيبقى يعمل ايه؟ يعمل على القيام بواجباته، يبقى المفروض هو يقوم بواجباته، يبقى كده هو بينفذ اللي هو عرفه، يبقى القيام بواجباته تجاه وطنه مصر والنهوض به، مش بس هيقوم بالواجبات، هيحل كمان اي مشكله، يبقى كده هو برده بيعمل في المجتمع عمل صالح، يبقى كمان هيحل ايه؟ المشكلات بتاعه المجتمع. طيب دي الدعمتين اللي احنا قلناهم. ثالث حاجه بتسند الانسان او بتدعمه عشان يكون انسان صالح، لازم يكون يتحلى بصفات معينه. لازم لما اشوف شخص كده اقول عليه مواطن صالح، يبقى ليه صفات معينه هو نفسه يعني او شخصيته يكون فيها صفات معينه. اول حاجه يكون متحلي بالصفات الحميده، يبقى متحليا بالصفات الحميده، يكون صفاته ايه؟ حميده. اكيد مش واحد بيشتم مثلا هقول عليه ده مواطن صالح، يبقى اول حاجه متحليا بالصفات الحميده، وكمان شاعرا بالرضا عما يؤديه من عمل لمجتمعه. اكيد لما انا اجي اخدم مجتمعي مش هبقى ناقم عليه، مش هبقى متضايق ان انا بخدمه، هو هيشعر بالرضا، يبقى لازم يكون بيشعر بالرضا من الحاجات اللي هو بيأديها لمجتمعه، مش مثلا هروح احل مشكله للمجتمع وانا هبقى متضايق من اللي انا بعمله، يبقى لازم يشعر بالرضا عما يؤديه من عمل لمجتمعه. كمان يكون متمتع بتقدير المجتمع لما يؤديه من اعمال. يعني ايه متمتع؟ يعني دلوقتي هو مثلا لو عمل حاجه مختلفه عن المجتمع طبعا اكيد المجتمع هيرفضها، لكن لما هو زي ما احنا قلنا فوق كده عارف ان في عادات وتقاليد المجتمع فهو بيعملها وملتزم بيها، اكيد هيتمتع بتقدير الايه؟ بتقدير المجتمع لهذه العادات وهذه التقاليد، لان هو عامل حاجه زيهم وحاجه كويسه، خلاص؟ يبقى هيتمتع بتقدير المجتمع لما يؤديه من اعمال. ده كده اول ما يعرف الحاجه وينفذها، تمام؟ هيتمتع بتقدير المجتمع لاعماله، هيحبه قوي اعماله لان هو عمله خير. كمان هيرفض كل اساليب العنف والتعصب، يبقى هيرفض ايه؟ لازم يكون المواطن الصالح ده بيرفض اساليب العنف، ما يبقاش انسان اصلا بيبقى مصدر العنف يضرب اللي حواليه مثلا، لا هو بيرفض كل اساليب الايه؟ العنف وكل اساليب التعصب التي قد تؤثر بالسلب على استقرار المجتمع المصري. يعني ايه تؤثر بالسلب؟ تؤثر بالسلب يعني زي اقول لك كده حاجه مش كويسه للمجتمع، العنف والتعصب ده حاجه مش كويسه ابدا، فهو بيرفضها لان هي بتؤثر بالسلب على المجتمع، خلاص؟ يبقى لازم يكون صفاته ايه المواطن الصالح ده؟ تمام؟ عنده صفات حميده، بيرضى باللي هو بيعمله، يبقى شاعر بالرضا عما يؤديه، بيتمتع بان كل اللي حواليه بيقدروا اللي هو بيعمله، يبقى بيتمتع بتقدير المجتمع، بيرفض اساليب العنف وايه والتعصب. رابع دعيمه للمواطن الصالح بقى ان هو يعيش مع الاخرين. تعالوا نشوفوا لما يكون عنده الصفات الجميله دي هيعيش مع الاخرين ايه؟ اكيد هيكون متعاون ومتحاب، يبقى لازم المواطن الصالح لما يعيش مع اللي حواليه يعاونهم، يعني ايه يعاونهم؟ يعني يساعدهم، ويكون متحاب، يحب اللي حواليه عشان كمان اللي حواليه يحبوه. خلاص يبقى كده اقدر اقول عليك مواطن صالح. يكون محترما حقوقهم، يعني ايه؟ يعني زي ما انت ليك حق انك انت تاخده مثلا فلوس مثلا او اي حاجه، طبعا ليك حق ان انت تاخدها مش فلوس بس يعني، فلو حد قدامك ليه حق عليك المفروض تديهوله. انا بس بديكم مثلا الفلوس عشان هي اقرب حاجه ممكن تبقى واضحه، يعني مثلا لو حد اشتغل عندك المفروض حقه عليك ان انت تديله فلوس، يعني اشتغل صلح لك حاجه مثلا، يبقى هو هيحترم الحقوق بتاعت الاخرين. يبقى الانسان المواطن الصالح ده لازم يحترم الحقوق بتاعه الاخرين، يبقى محترما حقوقهم ومتقبلا ارائهم، يعني يتقبل الراي بتاع الاخر، راي الاخر. راي الاخر مش مثلا لو حد قال لك راي صالح بس عشان هو الراي ده مش رايك فانت تقوم معترض عشان هو مش رايك، لكن تقبل اراء الاخرين عادي بالنسبه لك، لو الراي صح يمشي تمام. يبقى لازم الانسان وهو بيعيش مع اللي حواليه، يعيش مع الاخرين، يكون بيساعدهم ومتحب معاهم ومتعاون، يحترم ايه؟ حقوقهم ويتقبل ارائهم. كمان مؤكدا بشكل عملي
على انتمائه وولائه للمجتمع الذي يعيش فيه. يعني ايه مؤكدا بشكل عملي؟ يعني بشكل عملي يعني مش تقولي مثلا انا بنتمي اه للمجتمع وانا بحبه خلاص بالبق كده يعني بالقول بس، لا انت هتؤكد كلامك يا حبيبي بشكل عملي بانك انت وانت بتعيش مع اللي حواليك هتساعدهم وتعاونهم وتدي لهم حقوقهم. فانت كده اللي احنا بنقول عليهم دول النقطتين اللي قبل كده هتعملهم، وهتعملهم بشكل عملي مش ببقك، يبقى هتاكد قولك بشكل عملي على انتمائك لوطنك، تمام، اللي بتعيش ايه فيه، وانك انت عندك انتماء ليه، وعندك ايه، عندك انتماء للوطن، انتماء ايه يعني انتماء للوطن، وعندك ولاء للايه للمجتمع اللي بتعيش فيه. بتهيألي اربع نقط سهلين خلاص، الدعائم الاربعه لاعداد المواطن الصالح، يعرف حقوقه وواجباته والعادات والتقاليد، يعمل واجباته ويحل المشكلات، يكون متحليا بالصفات الحميده، يشعر بالرضا بالحاجات اللي هو بيأديها، بيتمتع بتقدير المجتمع لان هو مواطن صالح، فالناس بتحب قوي اللي هو بيعمله فبيقدروا اللي هو بيعمله، بيرفض اساليب العنف والتعصب، بيعيش مع الاخرين متعاون وبيحترم حقوقهم وبيأكد كلامه بشكل عملي بيدل على انتمائه وولائه للمجتمع. يا رب يكون الشرح سريع وسهل وبنجاح وتوفيق السنه